حالات وفاة غريبة سببت فيها ظروف غامضة، منها حالات تم اكتشافها بعد أكتر من 10 سنين، وحالات تانية نادر إنها تتكرر، وحالات تحس إن الموتى متفصلة تفصيل على صاحبها، فسبحان من له الدواء. أول حالة وفاة غريبة كانت لشاب عنده 25 سنة اسمه لاري، بترجع أحداث وفاته سنة 2009. لاري كان بيشتغل في سوبر ماركت، ولما كان موجود في السوبر ماركت فجأة اختفى. دوروا عليه كتير بس ما لقوش أي أثر ليه. بلغوا الشرطة وتسجل اختفائه ومحدش عرف له طريق. المفاجأة بقى إنه سنة 2020 لقوا الجثة. يا ترى فين؟ في السوبر ماركت جوه حفرة ما بين التلاجات والحيطة. لكن الطب الجنائي بعد المعاينة والتحليل وضح ان لاري وقع بين التلاجات الضخمه بشكل طبيعي، لكنه ما اتفك، وبسبب عدم تحريك التلاجات وبروده المكان الجثه ما طلعش منها اي ريحه طول السنين دي. الحاله الثانيه بقى كان لطالب كان مهووس بدراسه الكيمياء اسمه فالدمير، كان بيحب يمضغ اللبان جدا. الغريبه انه كان متعود يحطه في حمض الستريك عشان يقوي الطعم الحامض في اللبان، وفي مره بدل ما يغمسه في حمض الستريك اما غمسه في بودره المتفجرات، وطبعا مات فجأة لأنه كان بيمضغ اللبانة بالمتفجرات. نيجي بقى للحالة الثالثة، ودي أغرب من الاثنين اللي قبلها. وفاة سيدة مسنة عندها 88 سنة، كانت في المستشفى بتعلق تحاليل بسبب نقص التغذية. الممرضة بدل ما تحقن لها بمحلول تغذية أمحقت لها بشربة. أما الحالة الرابعة موتة ما يعلم بها لربنا، واحد اسمه جوا ماريا عايش في قرية جبلية. في يوم من الأيام بعد ما خلص شغله رجع لبيته عشان يرتاح بشكل طبيعي يعني، دخل أوضته ينام، فجأة طلعت بقرة على تل صغير جنب البيت تتمشى بقى على سقف الخشب، ومن تقل البقرة على السقف كسرته، قام وقعت فوق جو ماريا وجابت أدم، وهو يا حرام نايم في السرير. الغريب ان مراته كانت نايمه جنبه في نفس السرير بس ما حصل لهاش اي اصابات ولا حتى البقره حصل لها حاجه، كان البقره كانت قصدها. نيجي بقى للحاله الاخيره اللي تعتبر الاغرب والاعجب، بتدور احداثها في حفله الانقاذ البحري، حفله فيها اكتر من 200 منقذ بحري، وكان في بوفيه ومشروبات والكل كان مبسوط. فجاه واحد من الجرسونات اتزحلق وقام وقع في حمام السباحه، وعشان ما كانش بيعرف يعوم فغرق بسرعه، ووقتها محدش خد باله منه خالص. الغريب في الحاله دي مش الموتى نفسها، الغريب ان الحفله دي كانت معموله بسبب مرور سنه كامله من غير تسجيل اي حاله غريب. فعلا يا فرحه ما تمت. هنا بنفتكر مقوله الشاعر ابو نصر السعدي اللي عدى عليه اكتر من 1000 سنه، وقال من لم يمت بالسيف مات بغيره، وتعددت الاسباب والموت واحد. تفتكروا ان الشاعر لو كان لسه عايش كان هيتوقع او يصدق ان في حالات موت بالغرابه دي؟ وبس خلاص، كنت معاكم نور من عين مصر، تابعونا عشان يوصل لكم كل جديد.